بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الله تعالى: واجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. الحمد لله اليوم تم افتتاح به لماء عن روح المرحوم سلمان محمود أبو حيدر الزبارقة أبو إسماعيل، نوع البير الارتوازي بإشراف تراحم صنع للخير، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم، وسقاهم الله من حوض القوصر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البير في ميزان حسناتهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يبارك في أولادهم وذريتهم ومالهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم وعافهم وعاف عنهم ووسع مدخلهم ونور قبرهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. اللهم اعيذهم من عذاب القبر ومن فتنة القبر. اللهم تقبل هذه صدقة وجعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.